ايه عاملين افطار ايه النهارده يا معلم؟ الجدب الموجوده يا حاج كريم. ادخل يا ده اطباق السلطه من جوه. منور يا حاج كريم. الله يكرمك. والله ليك وحشه يا معلم حناوي، كل سنه وانت طيب. انت طيب يا سيدي. خليك معانا حنين السنه دي بقى، ما تبقاش هباس زي كل سنه. الله يرضى يا باشا. وربنا ده انا حنين. بس انت عارف بس الحاجه عماله تغلى ورا بعض ورا بعض. معلش خليها عليك انت شويه، هو كل الوجه الله ونعم بالله كله بيرزق من فضل الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبت التوابل اهي. تسلم ايدك، برضه رحت سوق ثلاثه تجيبيهم؟ هناك ارخص. عملت شكار يا ست. اتفضل. ماشي يا حاج. يلا يا اخي جهز السلطه عشان نلحق نعملها. تبع ترى هو قرش اختلافهم في تشخصه ملوش لازمه، لان كنت عايز تشخص ليه؟ يا محسن، هو ده محسن اللي كان هاب البنات الحته؟ وقفت عبك يا سترشي يا عالدنيا، العامل مش شايفني قال ده انت كنت بتتلوح لما تشوفني في الشباك. اديك رجعت اهو بعد ما رمتني وسافرت بره. بصلي قوي يا اخويا. ايوه كده تلوح. عايز حاجه يا معلم حناوي؟ سلام عليك يا هند. ماشي برضه ما يهمنيش الا منا، يعني يهمنا الايه؟ يهمنا الوصف بتاعه والذي